الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما التي تحظى بالإسبقية. وقد ارتئينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين. الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والثاني هم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار. حضرات السيدات والسادة، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود. وإننا نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا بالغيث النافع. ولمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ شهر فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية. وإدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة لبلادنا، ما فتئنا نولك من الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها، وقد خصصنا عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027. كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سد، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز. وكيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة، فإننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة. ونخص بالذكر استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني ومحطات تحلية المياه البحر، بالإضافة إلى تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لا سيما في مجال الري. حضرات السيدات والسادة، إن مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب فقط، وإنما أصبحت ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية. كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها ومعالجة نقاط الضعف التي تعاني منها. فقد أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي لا يمكن حل جميع المشاكل. بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة، لذا ندعو لأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية واللازمة، لا سيما عبر القطع من كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية. كما ينبغي أن لا يكون مشكل الماء موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية. وكلنا كمغاربة مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال المسؤول وعقلاني للماء، وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء، وعلى الإدارات والمصالح العمومية أن تكون قدوة في هذا المجال. كما يجب العمل على التدبير الأمثل للطلب بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
أما على المدى المتوسط فيجب تعزيز سياستنا في مجال الماء وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع. فواجب المسؤولية يتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء الذي ندعو إلى التأجيل بتفعيله. ونريد التركيز هنا على بعض التوجهات الرئيسية. أولاً، ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحاً واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة. ثانياً، إعطاء عناية خاصة لتنشيط استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية. ثالثاً، التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي التحيين المستمر لاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي. رابعاً، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة. حضرات السيدات والسادة، يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب بموضوع الاستثمار الذي يحظى ببالغ اهتمامنا، وإننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد تمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني الجديد ميثاق جديد للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات. فالمراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي. وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال، لكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز إداري والتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقة الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحامل المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال. وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد. ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. والمقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية مدعوة إلى تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال، كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين خاصة الشباب والمقاولة الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة
لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ولتحقيق الأهداف المنشودة وجهنا الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف من تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاون لتأبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم الوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية. وخير الختام قوله تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.